مفيش مصري عايش على أرض مصر بيتمناش إنه ما يتمناش إنه الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس الشعب تكون موفقة. كلنا عايزين انتخابات تكون موفقة. بنتمنى كلنا إنه الشخص أو المرأة أو الرجل اللي هيخشوا البرلمان يعبروا عن مطالب الشعب، مطالب تكون نزيهة وتكون في نفس الوقت بتعبر عن أي شخص في عايش على أرض مصر يكون هو ده حلمه إنه يوصل في الآخر ببلده وبنفسه للأمان وفي نفس الوقت في عيشة كريمة. في ظل الأحداث دي اللي هي داخلين عليها طبعا الانتخابات، في حملات مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية أهدافها مختلفة. عندنا النهاردة في الفقرة دي حملة احمي صوتك. يعني ايه احمي صوتك؟ هنعرف دلوقتي. لكن اللي انا عرفته ان الحملة دي اوريدي متوزعة في كثير من محافظات مصر، يعني معناها ان هم الى حد ما منتشرين، الى حد كبير منتشرين في جمهورية مصر العربية، الى حد كبير عارفين المفروض هم عايزين يوصلوا لايه بالظبط. خلينا نعرف من ضيفي الأستاذ باسم زكريا مدرب حملة احمي صوتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الحملة دي اولا ابتدت امتى؟ يعني ابتديتوا تقولوا ان احنا يلا نعمل حملة احمي صوتك دي امتى؟ والله هي يعني نقدر نقول ابتدت من 3 شهور مثلا او حاجة، من يعني 3 شهور. ابتدت يعني بعد ما الثورة، الزخم الثوري والحشد الثوري ابتدى يهدى شوية، وابتدت الثورة يتضح انها المعركة هتتحول من معركة صدام شوارع الى معركة سياسة. فابتدت يعني مجموعة من الناس تفكر في انه ازاي ننقل الثورة من الفعل الثوري المباشر للفعل السياسي ولمؤسسات السياسة. فمن حلو. هنا ابتدت التفكير في حملة احمي صوتك. يعني مين دول؟ مين اللي هي الحملة دي؟ لان انت مجموعة شباب اغلبهم ما كانش كلهم تحت 30، يعني كل الناس اللي موجودين في ال 14 محافظة والناس اللي أسسوا والناس اللي عملوا والناس اللي شغالين واللي لسه هيشتغلوا كلهم تحت ال 30، يعني كلهم مجموعة شباب تحت 30 سنة وكلها حاجات بالجهود الذاتية. يعني لكن كلهم كانوا من ضمن الثوار. كلهم كانوا من ضمن الثوار، من ضمن المتفاعلين مع الثورة سواء بالمشاركة في الميدان أو في غير الميدان. يعني أهدافكم إيه بالظبط؟ نفسكم أنتوا تحققوا إيه في الآخر بعد ما يكون كده خلصنا البرلمان وعرفنا إن إحنا بقى عندنا برلمان وعرفنا إن البرلمان ابتدى يحط الأساسيات الخاصة بالدستور، حلمكم إيه؟ شوف، هو الهدف الأساسي هو تطوير الثورة للمؤسسات، يعني إدخال الثورة في المؤسسات. بمعنى بمعنى إيه؟ بمعنى إن الثورة قامت على حاجة مهمة جدا. كويس. إيه الحاجة المهمة ديت؟ إنه الشعب، يعني خلينا نتكلم، نرجع خطوة ورا ونقول يعني إيه شرعية سياسية؟ يعني إيه اللي بيخلي فعل سياسي شرعي؟ ممكن يبقى شر، ممكن يبقى غير قانوني بس شرعي. إيه اللي يخليه كده؟ انه الناس اللي بيحكموا في السياسه ديت يقرروا ان هو ده اللي هم عايزينه. عظيم. وده اللي حصل في الثوره. عظيم. يعني الثوره فعل غير قانوني، يعني مش قانوني ان الناس تنزل في الشارع وتعمل كده، ده مش قانوني. بس هو شرعي. ليه؟ لانه الشعب عايز كده. تمام. فاللي احنا عايزين نعمله انه نطور الشرعيه دي وندخلها في المؤسسات. نعم. في اللي هو بدايه، يعني اول تحدي هيقابل الثوره مع المؤسسات، هي وهو التحدي بيبقى كبير ما بين الثوار وما بين المؤسسات. عشان كده في دلوقتي بعض الدعوات من بعض الثوار لمقاطعه الانتخابات، دي ممكن نتكلم عليها كمان شويه. بس هو التحدي هنكسبه بان احنا ندخل الثوره في المؤسسه، بحيث انه تبقى موجوده المؤسسه دي بتمثل الشرعيه بجد، مش بتمثل اي حاجه تاني. ازاي تمثل الشرعيه؟ بانك تخلي الشعب موجود فيها، تمكن الشعب من ان هو يختارها، يختار الناس اللي موجودين فيها ويستمر في المراقبه عليها. لانه الانتخابات ما هياش، او يعني البرلمان ما هواش في النهايه الهدف اللي بتوصله، بعد كده خلاص بنقعد وباي باي بقى، ونربع بقى ونتفرج عليهم. لا طبعا. تمام. لانه الناس دول بيمثلونا، والتمثيل دوت اساسه المراقبه، لانه هو مفيش حد، انت ما بتنتخبش ملك، وهو مهما كان لازم يبقى عارف انت عايز ايه عشان يفضل يمثلك وتفضل انت معاه. وهو في وسط يعني في وسط الفتره اللي هو موجود فيها، لو انت شايف ان هو مش بيمثلك، ممكن تعمل اليات مختلفه جدا، ويعني اليات جديده ومختلفه، لان انت تقصيه من البرلمان وتجيب حد تاني. طيب، ده بشكل عام. ده بشكل عام. خلينا لو دخلنا بقى جوه، يعني ده العنوان الرئيسي. تمام. لو دخلنا بقى جوه الحمله نفسها،
انتوا بتعملوا ايه على ارض الواقع بقى؟ بص، هو الأساس الحملة بتنزل، يعني هو شكل الحملة شكل مركزي، عظيم، يعني هو مش تنظيم هيراركي يعني يعني هرمي، مثلث، لا هو تنظيم مفتوح. تمام. ليه كده؟ لأنه علشان تقدر توصل لأكبر عدد مثلا. توصل لأكبر عدد تقدر تمثل تمثيل حقيقي، لأنه مفيش حد فوق. يعني لو عملت التشكيل الهرمي دوت، تمام، عمر الناس ديت ما هتعرف توصل للناس كلها، او ما هتعرف تعبر عن الناس كلها، كويس. فلازم الناس تاخد الفرصه انها تعبر عن نفسها. وهو ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان انت بتنزل دايره من الدوائر، تتواصل مع ناس بنسميهم القاده الشعبيين في المنطقه، اللي هم المتحركين، النشطاء، الشباب، واغلبهم شباب يعني، ومتحركين ويقدروا يوصلوا للناس ويقدروا يكلموا الناس ويلفوا على الناس. كويس. بتوصل لهم تقول لهم يا اخوانا احنا بنشتغل، ونشتغل مع بعض، وننسق مع بعض، ونشبك مع بعض، وهكذا. على مراحل بقى، ايه المراحل اللي بيشتغلوا فيها؟ المرحله الاولانيه بينزلوا يعملوا استبيانات في الشوارع. الاستبيانات ديت بيلموا منها نبض الشارع، او الشارع عايز ايه، ايه المطالب اللي الناس عايزاها. المطالب ديت بيصيغوها في ورقه سياسيه، او في ورقه مطالب سياسيه. ورقه المطالب السياسيه ديت يبقى هي المعيار اللي بيقيموا عليه المرشحين الموجودين، كويس قوي. كل المرشحين، مين اللي يقدر يلتزم بده ومين اللي ما يقدرش يلتزم بدوت. وبعدين قبل الانتخابات ب 15 يوم، المفروض ان هم وفقا للتقييم دوت بينزل زي سكور، او زي يعني درجات للمرشحين، ده هيلتزم بالحاجات ديت. طب معلش باسم، عشان افهم اكتر ونوضح اكتر مشاهدي نايل تمام لايف، انا راجل اسمي اشرف دلوقتي رياض، مقيم في الاقصر تمام مثلا، ماشي او في اي محافظه من المحافظات اللي انتم متواجدين فيها، تمام وانا ماشي في الشارع تمام قابلت حد من حمله احفظ احمي صوتك، احمي صوتك، تمام. بيقول لي ايه؟ هو هيبقى على حسب المرحله اللي موجود فيها. يعني هو لو موجود في المرحله الاولانيه، فهيقول لك انت عايز ايه من الدايره، ايه مطالبك من عضو اللي مجلس هو الشعب. الاستبيان، اللي هو ياخد منك معلومات. بالظبط، هياخد كويس. منك المعلومات. تقول له انا عايز كذا وكذا وكذا، ايوه هياخد كذا وكذا دول ويحطهم في شكل مطالب سياسيه. حلو. وبعد كده يجي يقول لك على فكره احنا تواصلنا مع المرشحين دول، العدد ده من المرشحين، والعدد دوت فيه مثلا منهم 10 من ال100 اللي نازلين في انتخابات مجلس الشعب دول موافقين على ده، وال100 وال10 دول احنا هنطلع منهم 5، اعلى 5 هم دول اللي هيحافظوا لك على حقوقك دي. كويس، حلو. ده اصلا يعني ده ان ما كانش قال لك تعالى معايا في الحمله واعمل اللي انا بعمله. حلو انك انت يبقى متطوع. طبعا الاساس اللي بيشتغلوا كل اللي طبعا بتشتغلوا هنا طبعا متطوعين، طبعا تمام، بيحبوا بلدهم ومتطوعين ان هم يشتغلوا طبعا في المنطقه دي. طبعا. هل ده معناه ان انا بشكل او باخر بنظم وبدعم اقول ايه، بنظم وبدعم المطالب نفسها؟ هو انا ب ب اصل بص، في دايما يعني في ثنائيه كده، يقول لك ايه، عضو مجلس الشعب تشريعي ورقابي مش خدمي. وما تقوليش بقى عضو مجلس الشعب اللي بيشغل الواد وبيجوز البت والقصه دي. هو الكلام ده هي مش ثنائيه، يعني هما مش ضد بعض، لان هو التشريعي والرقابي ده هو بيعمل تشريعات وقوانين ليه؟ يعني ايه هدف التشريعات والقوانين؟ في الاخر علشان تخدم الناس، عشان تحقق الخدمات. تمام. لان هو يعني هما ان كان الشعار الشرطه في خدمه الشعب، فهو في الحقيقه الدوله كلها في خدمه الشعب. يعني المفروض ان الدوله كلها بكل اجهزتها تبقى في خدمه الشعب. انتوا ابتديتوا تشتغلوا في الموضوع ده بقالكوا قد ايه؟ 3 شهور تقريبا. يعني اوريدي اشتغلتوا بقالكوا 3 شهور. احنا موجودين في 14 ما محافظه. حصلش صدام فكري، صدام فكري كده في الشارع، بانه في مثلا عدد كبير او صغير في اتجاه رايح اتجاه معين؟ اتجاه قصدي ليبرالي، علماني، اخواني، سلفي، يعني بغض النظر عن المسمى. بص انا عايز اقول لك حاجه، كل الحاجات دي يعني ليس زي ما بيقولوا، ليس من راى كمن سمع، او ليس من راى كمن عارف. يعني انت كل الحاجات دي بنتفرج عليها في التلفزيون، وناس بتقول الدوله مش عارف ايه، ايوه، والدوله اللي ايه، ويخبطوا في بعض ويضربوا في بعض وبتاع. تنزل ناس في الشارع، يا عم انا عايز اكل، وعايز البس، وعايز اشتغل، عايز يعني اربي عيالي، وعايز بالظبط الناس اشتغل. كلها، والبلد دي بتاعتي وانا مؤمن بيها، ومش هسيبها لحي لاي حد ياخدها في اي اتجاه. يعني كل دي افتعال، يعني صدمات مفتعله كده من نخب مش هتأدي لحاجه، وما بتوصلش للناس. والناس اصلا يعني دي من الاسباب اللي الناس فصلت منها عن النخب، انه ان الناس في الشارع مش هو دي القضيه اللي انا عايزها، يعني مش هي دي القضيه اللي بيتكلموا عليها.
يعني مش هي دي القضيه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي، مش هي دي قضيتي. فالناس في الشارع مش هي دي قضيتهم خالص. الناس في الشارع انا بقول له حقوقك الاساسيه، الحق في الامن، الحق في الغذاء، الحق في المسكن، الحق في حريه الراي، في حريه التعبير، الحق في التقاضي والمثول امام القاضي الطبيعي مش القاضي العسكري. و دي مجموعه صور انت جايبها لنا وانتوا في الشارع دي مجموعه بتشتغل. صور من محافظات مختلفه. تمام. يعني دي من بني سويف. بس كمل، انا مش عايز اقطعك. كمل، استرسل في اللي انت بتقوله. فاحنا لما بننزل للناس او بنتفاعل مع الناس، انا مش بحب ننزل للناس ديت، لما بنتفاعل مع الناس التفاعل دوت بنقول لهم يا اخوانا احنا طبعا الناس في الاول بتبقى متشككه. طب انتوا تبع حزب ايه؟ طب انتوا مين؟ طب انتوا مين وراكوا؟ لانه الناس تعودت على كده للاسف، انه كل الناس اللي بيجي لها بيجي لها علشان عايز يوجهوا في اتجاه تاني. فلما بيطمنوا لنا لان احنا ناس بالعكس احنا عايزينكم انتوا تشتغلوا، فبيبقى الموضوع مفتوح، يعني بيبتدوا يفتحوا لنا الابواب. انتوا بقالكم 3 اشهر اكيد عملتوا موضوع الاستبيان، او خلصتوا مرحله الاستبيان ولا لسه؟ خلصنا المرحله ديت، وادي الحقوق اللي بقول لك عليها 10 حقوق اساسيه. ايوه. الحق في الامن، الحق في الغذاء، الحق في المسكن الامن، الحق في العمل باجر مناسب، الحق في التقاضي امام في التقاضي والمثول امام القاضي الطبيعي مش قاضي استثنائي او قاضي عسكري، الحق في العلاج، الحق في حريه الراي وفي حريه التعبير، في حريه العقيده وفي حريه التنظيم. دي الحقوق الاساسيه اللي هي يعني الحقوق الدوليه والحقوق اللي الناس كلها متعارف عليها. في المناطق المختلفه بقى بيبقى في حقوق فرعيه، ديت كل منطقه بتعملها لنفسها، يعني ما اقدرش انا اقول لك كل المناطق ايه، بس اديني مثل. زي يعني العداله الاجتماعيه كان مطلب مهم جدا، ناس كتير يعني من المطالب اللي جت على اولويات الناس العداله الاجتماعيه والامن، انه العمل وباجور مناسبه والامن، دول كانوا مطلبين في مسح في الدوائر كلها، هتلاقي دول اكتر مطلبين كانوا موجودين في الناس، يعني موجودين دول اكتر مطلبين. هل تتفق معايا ان العشر مطالب اللي انت بتقولهم دول تقريبا كل الناس هتقولهم؟ يعني اي واحد هيروح يخش عشان ينتخب نفسه او يعني يخش، ما هو الكلام سهل، هيقولهم، يعني هيقول العشر مطالب بتاعتك دول. الكلام سهل، الكلام سهل، بس الفعل بقى على الارض هو اللي بيفرق بين ناس وناس. بمعنى برضه، بمعنى انه انا ممكن اقول لك انا مؤمن جدا بحريه الراي وحريه التعبير، او مؤمن جدا بحريه العقيده، كويس، بس انزل في الشارع اقول انه اللي بدقن ده مش من حقه يبقى بدقن، او اللي حاطط صليب ده مش من حقه يبقى حاطط صليب، بس انا لما تيجي تكلمني اقعد اتكلم معاك اقول لك حريه العقيده. طب ما ده بقى ده المحك الاساسي، هو الفعل في الارض، الفعل على الشارع. ومفيش برضه يعني ما فيش حد في سلطة المفروض يتآمن، لازم الشعب يفضل وراه. نعم. فعشان كده حتى بعد ما يدخل البرلمان المفروض انه المرحلة اللي بعد كده حملة احمي صوتك برضو شغالة، في انه بعد البرلمان سواء المرشحين اللي انت بتدعمهم او المرشحين اللي انت مش بتدعمهم كسبوا، فانت المفروض تبقى بتكون جبهة رقابة شعبية عليه. نعم. لانه انت مش يعني انت مش داخل يعني مش بتكسب معركة وخلاص، لا انت ده بروسس، دي عملية طويلة بتفضل دايما مستمرة كده. لانه البرلمان مهما كان التمثيل، يعني مهما كان انا بمثلكم وانا مرشحكم وانا مش عارف ايه، مهما كان دوت فمش هيقدر يمثل الناس كلها بشكل حقيقي الا لو الناس فضلت وراه. من ضمن